نيكوزيا، ارحب بماريوس هاجي كيرياكوس المحلل الاول للاستثمار في اكس ام. اهلا ماريوس. والاسواق الاوروبيه ومكاسبها هذه التي نشاهدها في هذه المرحله، يعني جنبا الى جنب مع الاسواق الامريكيه، وضعنا نضع في الاعتبار كل العوامل، موسم النتائج الى حد ما مقبول بالنسبه لاوروبا، عوائد السندات في مستويات جيدة، توقفت عن الارتفاع، البنوك المركزية على الأرجح وصلت إلى الذروة وستقلص الفترة التي ستحافظ فيها على مستويات من الفائدة المرتفعة. هل في تقديرك هذه العوامل كافية الآن لأسواق الأسهم لتواصل مكاسبها؟ Hello. I think مساء that's الخير. أعتقد بأن هنالك وضع محير بمعنى أو بآخر، فكما ذكرتم مؤشرات الأوروبية عندما تقارنها مع الأمريكية هنالك تقييم أرخص أقول، ولكن النظرة المستقبلية في أوروبا ربما هي الأسوأ. فإذا نظرنا إلى قطاع الخدمات مثلا، فعلى الأغلب سيكون هنالك تدهور في الاقتصاد، وكان هنالك نوع من النمو البطيء في بداية هذه السنة، وحتى وصل إلى مستويات سالبة في النصف الثاني. إذا هنالك السوق حاليا الآن يرى أو ينظر إلى السندات، وموضوع بدأ بتخفيض أسعار الفائدة ربما سيؤثر، ولكن لا أعتقد مع ذلك ومع كل هذه العوامل لا أعتقد بأن هنالك أي أدواء أو سمات تفاؤلية في الاقتصاد الأوروبي. يعني حتى لو لم تكن هناك سمات تفاؤلية في الاقتصاد، هل يبدو لك هذا السوق كسوقا يسعر ركود؟ نعم نعم وكثيرا وأكثر بكثير من السوق الأمريكية. فبالنسبة لأوروبا أقول بأن كانت الأوضاع رخيصة حتى الآن، فربما في هنالك قيمة في السوق الأوروبية، ولكن المخاطرة بأن العوائد ستكون أبطأ. ربما ذلك ما يشرح ذلك الفرق في التقييمات، وربما هنالك مخاطر ركود ما تزال موجودة بعد هذا التقييم. قد يكون هنالك بعض الفرص، ولكن لا أعتقد أنها موجودة بما يكفي من أجل أن نكون قادرين على أن نشتري بأسعار أرخص من الآن وحتى السنة القادمة. لا، أنا أتحدث عن سوق الأسهم، يعني سوق الأسهم في تسعيره للركود هو بالعادة يتحول لاتجاه هابط قبل حدوث هذا الركود بفترة تتراوح مثلا 6 إلى 9 أشهر، هذا هو الـ 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 الوضع الطبيعي القائم. أتحدث أن سوق الأسهم إذا كانت السوق تتجه أو إذا كان الاقتصاد الأوروبي يتجه نحو الركود، فمتى ستبدأ سوق الأسهم بتسعير ركود؟ يعني حتى الآن نحن خرجنا حتى من مرحلة التصحيح. That's the million dollar question. هذا هو حقيقة سؤال صعب لا أستطيع أن أتحدث عنه، فالأمور صعبة للغاية. ولكن ما يمكنني قوله هو أن الخدمات كانت متسقة تماما، هنالك نوع من التدهور وربما ستصبح أسوأ عندما نصل للركود، فالجميع سيتحدث عن مخفض التضخم. وأقول بأنه سيكون ركودا طبيعيا، فقد ينمو الناتج المحلي الإجمالي، ولكن تضخم قد يكون 3.5%. إذا هذه النظرة المستقبلية التي لدينا، يعني ذلك بأن الإيرادات يمكن أن ترتفع، ولكن سيكون لديك الكثير من العناوين التي تقول بأن الاقتصاد في وضع ركود. إذا سيكون ركودا مختلفا عن كل الأوقات الأخرى التي شهدنا فيها ركودا، وسيكون ضعيفا أو سطحيا. وهناك نقطة موضوع بالنسبة لتسعير الأسواق للركود قبل 6 أشهر من موعدها، ربما 3 أشهر أو قبل الانتهاء، فيبدو الأمر وكأن المستثمرين لديهم إحساس بأن الركود قريب جدا. وللمفارقة أسوأ وقت للشراء هو في منتصف الركود. طيب في الوضع الراهن، هل ترى أن السيناريوهات الحالية والتي تريدها السوق، يعني سيناريوهات الهبوط الثالث، هي ما زالت هي الواردة بقوة مثلا في أوروبا؟ ودعنا ننظر إلى البيانات التي شاهدناها مثلا منذ قليل من الاقتصاد البريطاني، مبيعات التجزئة،
يعني في أي وقت يمكن أن نشاهد البيانات تبدأ في التباطؤ أكثر من المتوقع قليلا وتبدأ الصورة في الاتضاح؟ يعني ليس بالضرورة الآن أنه ما تريده السوق من هبوط سلس هو ما سيتحقق. لدينا مسح الأعمال والشركات الأسبوع القادم سيعطينا تحديثا مهما حول صحة الاقتصاد، ولكن الطريقة التي تبدو بها الأمور الآن قد ننظر مثلا إلى ركود في الربع الأول من السنة القادمة، ولكن أكرر مجددا بأنه كما يسميه هبوط أو ركود تقني وسيكون سطحيا، فسيكون هنالك مخاطرة الشراء عندها، ولكن دائما يتعلق الأمر بأفق الاستثمار الذي لديك. هل ستشتري وتحمل لفترة زمنية طويلة؟ ما هو أفق الاستثمار الذي لديك؟ يجب أن إذا كنا نتحدث عن أفق قصير الأمد فأقول بأن الأوضاع غير مشجعة ويجب أن نكون صبورين عند تلك اللحظة. الكثيرون يفكرون بهذا الأمر، ربما ولهذا يبحثون عن ذلك الرالي المتفجر في كل مرة يكون لدينا أخبار عن أسواق السندات. شكرا لك على هذا التحليل ماريوس هاتجي كرياكوس، أنت محلل الاستثمار الأول في XM، شكرا لك.